انت اسمك ايه يا حبيبي؟ مين انا؟ انا اسمي احمد. اللهم صل على النبي. انت عريس ولا ايه؟ لا والله العظيم. لا يا بابا. لا اسمك ايه يا حبيبي؟ محمد. ربنا يبارك لك يا محمد. خليك يا رب. وانت العريس؟ انا العريس. اللهم صل. بنت الوحيد؟ اه طبعا. فعنايا فعنايا فعنايا. الله يخليك. اللي لابس اخضر ده احسن منك على فكره. اخويا برضه. هو فرق كبير. انت نورتنا. ربنا يخليك. خلصت الموضوع عشان بس نخلص من الموضوع ده؟ عشان ما يبقاش في فضايح اكتر من كده. لا مش والله. لا انا مش ليه على حاجه. احنا هنكتب الكتاب وهو كان المفروض ان هو كاتب لي كل حاجه وقايل ان انا اتجوز عشان خاطر اخد الحاجه دي. تمام؟ هنكتب الموضوع وتمام كل حاجه وهديكوا نسبه 30%. مش حكايه نسبه والله العظيم. يعني انا املاكي انا املاكي كتير جدا وانا مش عارفه اتصرف فيها. وزي ما انتوا شايفين هو عامل ازاي ومطلع عيني وانا ساكته ما بتكلمش لحد ما عنديش اي حاجه. وهعيش معاكي لما تتجوزي. ماشي هعيشك معايا. مش هسيبك. هتجوز بس وبعد كده ابقى عايشك معايا. اه تمام. هعيش معاكم وفي الفرح هبقى موجود. ماشي حاضر. هطلع اجيب ورقه وقلم وهاجي تاني. تكون علشان نكتب الشروط والحاجات. ايه يا محمد؟ ماشي اطلع انت. انا اقنعه. يقنعه بايه؟ هو بس هيمضي ضامن. ماشي. ما تعملش شقاوات ولا تبقى نوز. حلو. انت معترض ليه يا باشا؟ حبيبي يا عم انت اللي انت هتعمله ده. ايه يا عم في ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه يا عم في ايه؟ اسمعها وعيني مش عارف. والله ايه يا محمد؟ انت ايه اللي انت فيه ده؟ انت مضيع كده. لا ايه في ايه يا جماعه؟ انا حرام يا عم. مش حرام يا عم يا بنت والله. ايه اللي حرام يا عم؟ بص بص انا ده بص انا متجوزه جواز عادي. لا عادي تاخد دي حلوه دي. ماشي خد منها. اشر لك واحده. ايوه الله يبارك. شكرا حاج. لا اشر لك واحده. شكرا دي شوكولاته حلوه. خد منها. ماشي كل ودي له. طب ما تاكل انت. طيب ايه؟ كل انت. حاضر يا حبيبي. لا بس ما تديلوش هو عشان ده العريس. شك ده العريس؟ لا اديله حته. اديله حته. بس انت كل الكبيره واديله صغيره اهو. حته صغيره. اه برضه. صغيره اهو. ماشي. دي شوكولاته كنت جابتها لي. ماشي. اختي؟ بتكلمني؟ لا يا حاج ما استغناش. الله يخليك. دلوقتي طب انتوا بتقولوا ايه؟ ايه؟ بتقولوا ايه؟ مفيش حاجه. انا بس بقول له ان ان شاء الله باذن الله كل حاجه هتعدي على خير يعني وان ان شاء الله تبقى جوازها مباركه. انتوا اتفقتوا مع بنتي خلاص؟ الى حد ما على كل حاجه؟ برضه بس احنا يعني لسه في كلام حاج. يعني كل الحاجات خلاص خلصتوها؟ لا مش كلها قوي برضه. هما كتبوا خلاص؟ لا لا لسه ما كتبناش حاجه. لو انت معترض على الجواز ده حاجه احنا ممكن. ايه ممكن. لا لا انا كنت عايزك انت عشان انت ما شاء الله كويس. انت يعني رياضي خالص. ما انا هو محمد برضو رياضي. ما بشربش سجاير انا. ربنا يوفقك. بلعب كوره اهو. وهي بنتي الوحيده. ربنا يخليها لك ان شاء الله. انتظر مني. والله العظيم. إيه ممكن تعالوا شوفكوا شوية؟ هما ما بيقولوش حاجة يا بابا. حاسس انتوا بتتفقوا على حاجة. بمية ألف المهر. 150 ألف المؤخر. 500 ألف. الشقة حتى لو طيب. انت عندك شقه يا محمد؟ ان شاء الله يكون عنده شقه عادي. هو عندك ولا لسه هتجيب؟ اللي انت ممكن تختار الشقه اللي انت عايزاها. يعني هنتمنها في حدود قد ايه كده؟ شقه 300 ألف. اقل شقه 300 ألف. الموقع قدام. انت هتعيش معانا هنا؟ ان شاء الله. انت مش عايز ايه؟ لا ده عريس بنت محمد وقالي هنا.
طب بقولك ايه؟ استنى بس. ايه؟ هو ازاي تعملي لي حاجة زي كده وتجيبي الورقة دي؟ ايه؟ في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ في ايه؟ في مديرك اللي انت بتعمليه ده يا استاذة. ايوه انا فاهمة. ايه ده؟ اديله الورقة. لا لا ما تزعلش بنتي. لا انت اللي هتزعل. لا انا مش هزعل، طول ما بنتي مبسوطة انا مبسوطة. هو مش فاهم حاجة. ايوه ما تزعلش بنتي خالص. انت ليه مش فاهم ان هو مش فاهم حاجة؟ اه وافي على كل اللي هي عايزاه. احنا متفقين لو زعلتها ازعل منها. عشان دي بنتي الوحيدة. انت. اه امضي بس. ماشي ما هو مش هيمضي. ليه مش هيمضي؟ مش عارف تمضي ليه اصلا. انا كده كده همضي، انا كده كده طبيعتها. انت بقى مش عارف تمضي ليه؟ هديلك نسبه لو انت عايز نسبه. ما عنديش مشكله. ولا عايز نسبه ولا عايز اي حاجه. ليه يا حبيبي؟ خد نسبتك عادي. ده مهم. بس هو مش فاهم اصلا. هو مش فاهم. مش فاهم ايه اللي انت بتعمليه ده. هو انا بعمل ايه؟ هو انا عملت حاجه؟ امضي بعد اذنك. طيب خلينا نمشي الجوازه. امتي انا هتصل بالمأذون دلوقتي من الجو؟ انا عايزك ثاني. ايه؟ عايزك ثاني. انا مش فاهمه يا محمد في ايه. تعالى. طيب طب تعالى. ما تزعلهمش. انت ايه؟ انت اللي لا انا ازعل ليه؟ انا اصل طالما بنتي مبسوطه انا خلاص. عايزين بقى نفرح ان شاء الله. عشان احنا هنا بس ما بنتي قالت للجيران باذن الله ان انا خلاص النهارده هعلق الـ الحاجات اللي هي بتاعه الزينه كده باذن الله. ربنا يتمم لك على خير. طيب امدلهم بقى. خلينا نخلص. هنمدلهم حاجه. حاضر. عشان خاطرك انت بس. الله يخليك. وانت برضو تيجي تعيش معاه هنا برضو. وربنا يهنيه بقى. ربنا يعني احنا نعيش كلنا هنا ليه؟ لا اصل هنا ما شاء الله الفيلا واسعه. فوق في صح عليك. في فوق في ثلاث ادوار تاني. ربنا يصح عليك. الله يخليك. ابدلهم بقى عشان ما زعلش بينا. حاضر. لا تزعل ربنا ما يجيب زعل. يلا خلاص يا حبيبتي. هو وعدني خلاص ان هو هيعمل كل حاجه تبسطي. ماشي يا روحي. خلاص يلا يا حبيبتي. اقعدي بقى كده. تمام. هو انا تمام بالنسبه. اه انت تمام كده يعني. يا انت كده عشان هو انا كل مش هتاثر معاك. لا امضي هنا. امضي هنا. هات الدم. ربنا يبارك فيك. مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. صعب. بحب ايه كده لما اتفائل وقلبي ينشرح ازغرط. تعالى يا بابا عايزك سوي. ماشي يا حبيبتي. انا عايز دوك. يلا يا حبيبي. شوكولاته ايه بقى؟ اه خليهم يلا. كلها كلها. انا كل الشوكولاته. بمناسبه الفرح تعالى يا حبيبي. هنام. طيب تعالى. مبروك. ايه يا عم في ايه؟ ولا شغل ولا حاجه. حاجه باشا نملنا بيها. انا بس مصر حاجه. ايه يومين وانا اخد فلوس وانت تاخد فلوس وخلاص. تعالى كده. ولا من عارف ولا من شايف ولا من دري. بسم الله اتجوزنا خالص. مش شايف اصلا الموضوع في حاجه. مش فاهمه. ماله يا عم في ايه الموضوع في ايه؟ موقف زي ده بعمله. مش فاهم محمد انت ليه بتعمله يا ابني. في ايه بعمل ايه؟ يا مش مصطفى معلش. ده واحد قاعد مش قاعد. فلوس كتير معاه. لما دي نتجوز عادي. انت تاخد فلوس وانا اخد فلوس ومصلحه. انت عارف انا مش قصه فلوس. ماشي بس دي عادي. صفقه زي ما بتيجي اي صفقه يا جيم. ما نخلصهاش. بس احنا ياما يعني خلصنا. بعدين طيب. انا اصلا كنتش قلت لها. كنت قلت لها الموضوع ده. كنت جيت معايا. نورتونا. مبروك يا روسي. مشرفينا كده ومنورينا. اهلا وسهلا. عايزك تتوحش. شرفت. ايه؟ مش مهم نفتح لهم بعدين. مش دلوقتي. عارف يا بابا لما تحس كده براحة نفسية؟ اه. غير طبيعية؟ اه. الله. الله يخليك يا حبيبي. الله يا بابا. أنا أصل بص أنت طالما أنت مبسوطة أنا مبسوط جدا. أنا كمان مبسوطة يا حبيبي. أنتوا بقى إن شاء الله هتجيبوا الحاجة إمتى اللي أنتوا بضيتوا عليها؟ حاجات إيه؟
الحاجه اللي انت وضيته لبنتي عليها جواها امتى؟ هو انت بتتكلم؟ بتكلم؟ امال بيمشي؟ انا من الصبح بتكلم. اه ايه في ايه؟ هتجيبوها امتى بقى؟ هنجيب ان شاء الله. الحاجه اللي انتوا مضيتوا عليها؟ ايه يا حبيبي؟ ايه مالك انت مخطوف ولا ايه مالك؟ اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا انت ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ ابو شغل ايه؟ ها؟ بتشتغل ايه؟ اه لعيب كوره. بيلعب كوره؟ في نادي ايه؟ نادي الاهليه. ايه؟ ده اهليه. اهلا وسهلا. ده اهليه؟ اهلا وسهلا بيك. فاكر يا بابا الاسبوع اللي فات بتاع الاهليه برضو؟ ايوه كان شبهه كده بالظبط. والله انت زمان كتير. هو المشت ده بقى ايه؟ المشت ده شغال عادي؟ مال شغال؟ شغال ايه؟ يعني حبيبي ربنا يخليك. الله يخليك. حاسب بس حاسب بس. الله يخليك. شكرا عشان شعرك. شكرا. لا انا بعرف الصراحه نفسي. نعرف بقى انت هتجيبوا الحاجه دي ولا ايه؟ ولا نرفع قضيه بالورقه؟ حلو الموبايل ده يا بابا مش كده؟ حلو. كان نفسك فيه صح؟ اخده عادي. ايه المشكله لو عايزه اقول لك؟ ايه يا محمد؟ ايه في حاجه تانية؟ يلا يا استاذي خلصونا عشان احنا عندنا وقت. خلص ايه؟ خلصونا خلاص. شوفوا هتجيبوا امتى الحاجه ديت واتكلوا على الله. عشان انت متكهرب اه صح؟ ايه؟ متكهرب ولا خفيت؟ متكهرب؟ كهرب ايه؟ كان زمان. هي بنتي اشتغلتكم؟ ده في البدايه كان متكهرب بس دلوقتي فاق. انت اشتغلتينا؟ ايه؟ اشتغلتين؟ انا اشتغلتكم؟ ليه؟ انا اقدر اشتغلكم؟ هتجيبوا الحاجه امتى بقى؟ مالك يا مجيب الورقه؟ ايه؟ الورقه فوق والوضع انتهى. الورقه دلوقتي خلاص خالص ما بقتش في الفيلا. ربنا يجيب الورقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 بقول لك ايه؟ استاذ محمد ممكن نجيب الورق يا استاذ محمد؟ انت تعترف نفسك هنا؟ مش هتعرف تقعد. اقعد مؤدب. اقعد ساكت. لا مفيش اقعد ساكت يا حبيبي. انتوا ما تعرفوش الفيلا فيها ايه وكده وحوالينا مين؟ حواليك مين؟ لا الفيلا دي كلها حواليها قناصه فوق عشان انتوا عارفين. هات الورق. استاذي العزيز ورقه يا استاذي العزيز. انا اللي بكلمك بس دلوقتي حالا. هتقول لي هتجيب الحاجه دي امتى؟ الفيلا دي كلها حواليها قناصه فوق. هرفع عليك قضيه. فلموا نفسيكوا عشان بس ايه لحسن تعتقدوا ان احنا كده قاعدين يعني مش محميين مثلا. هات الورق. يلا يا استاذ. لا مفيش الكلام ده. كلها هات الورق لو تخصك. استاذ مفيش ورق مفيش حاجه. لا يا استاذ انتهى. وما تنفعلش تاني كده. انا ما بخافش على فكره. اوعى تفتكرني بخاف ولا بتهدد. هو ما ينفعش. هيقعد بادب وباحترام. اهلا وسهلا. هيتكلم عادي. اهلا وسهلا. مش هتتكلم عادي. اتفضل توكل على الله. ده العبيط. كده ناخد الموبايل اللي معايا ده. ايه؟ نشوف الموبايل اللي معايا ده. والله بره يفتشوه بقى يقولوا له اللي هو عايزينه بقى. لا هو احنا لسه بنستنى بره. احنا ناخده هنا. عايزين الورق. يلا يا استاذ. مفيش ورقه. عايزين الورق. مفيش لا ورقه ولا ورقه. بص عايزين لو سمحت. عايزين تمشوا. لا لا عيب 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 كده كده. عيب بلد بقول لك ايه؟ ده الشوكولاته دي انا لسه باكلها لك من شويه. هات الورق. عيب لو سمحت. هات الورق يا نسا. انا لسه باكلك الشوكولاته دي من شويه. عيب. هات الورق يا نسا. انا لسه انفعل عليك. عيب. على فكره انا ممكن انفعل عليك مع حد تاني خالص. انا بقول لك ايه؟ اقعد ساكت. اقعد ساكت يعني ايه؟ اقعد ساكت. اقعد ساكت يعني ايه؟ اقعد ساكت. يعني اقعد ساكت؟ اقعد ساكت. بقول انا بقول لك انت في بيتك. مش جايبه حاجه. ولو مش عاجبكم الباب يفوت جمل. جمل مين يا ام جمل؟ اطلعي هات الورق. جمل مين يا ام جمل؟ يفوت جمل. بالسلامة. طب بقول لك اطلعي هات الورق كده. خلص الموضوع. الموضوع خلص خلاص انتهى. ايه؟ استاذي. لا ورقه ولا مورقات. بلا استاذ بلا بتاع. بتاعش استاذ ومش استاذ. لا مش هجيب حاجه. استاذي اقعد لو سمحت. وعيب كده يعني. ما بخافش على عيب. تقف كده لو سمحت. محمد لو سمحت اقعد. وعيب كده. خليته فعلا لو سمحت. الكلام الكلام اخده وعطى لو سمحت. عايزين الموضوع خلص. اقعد لو سمحت. وريني كده التليفون ده ايه؟ بقول لك ايه هو تليفوني؟ انت مجنونه في دماغك يا بنتي. مين اللي مجنونه؟ اتكلم على قدك. انت يا احمد انت كنت من شويه كويس. هات الورقه. اوعي يغرك شكلي. لا ده انا من شهره يابا. الله 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 الله. طب انت كده بقى هقول لك حاجه. لا بس 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 Oh, my God.
الجمال ده ايه؟ مين طب مين اللي يقول التاني اسف طيب؟ انا خفت، انا المفروض اكمل بقيه الحلقه ما قدرتش، انا خفت انا قلت هتضرب وبعدين بتزقه وبتاع. عايزه اقول لك ان دي من اقوى الحلقات اللي احنا حضرناها النهارده. و انا قلت لهم على فكره يا احمد، على فكره انا قلت لهم فوق ده هيكسر لكم الديكور. عامة احنا اسفين لو جونا ازعجناك او حاجه، وبجد نورتونا وشرفتونا، وهنبص للكاميرا ونقول ان احنا موافقين على الاذاعه. موافقين نورتونا.